والله في جون طريف جدا، انا كنت بلعب مع ايمن منصور، هو ده اللي سقفت له، جابه بقفاه زي ما بيقول بدماغه ورا كان جون غريب يعني، كان ماتش اتحاد والزمالك وانا كنت ماسكه ولفيته كده راح ضرب في دماغه من ورا ودخل جوه، كانت ضربه ركنيه وهو بنجري احنا الاثنين، فهو يسبق فعمال يشدوا في بعض، فشديته راح لافف الكره جت في دماغه من هنا وراح دخل الجول. ايمن طبعا يفتكر الجول ده جيدا يعني.